صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم ببرنامج الحدث. اليوم الجمعة 20 أيار 2016، وبعدنا بأجواء الانتخابات البلدية والاختيارية وخصوصا الانتخابات المرتقبة بعد يومين بالجنوب والنبطية. وطبعا بهذه الحلقة رح نكون مواكبين للتحضير وللترشيحات لهذه الانتخابات، خصوصا وأنه في أيضا انتخابات نيابية فرعية في جزين. بالقسم الأول من هالحلقة بصيرنا نستضيف الوزير السابق شرب النحاس. صباح الخير معنا الوزير، اهلا وسهلا فيك. طبعا مواطنون ومواطنات في دولة عملت حالة فريدة من نوعها بهالانتخابات، وكثير كمان كانوا مشجعين، وبالمقابل كان في كثير كان عندهم ملاحظات ايضا على اداء الانتخابة، وبيعتبروا انه يمكن لو كان في طريقة مختلفة كان ممكن النتائج تكون افضل. رح نحكي بالتفصيل مع حضرتك اليوم التحضيرات للانتخابات بالجنوب والتوقعات. ضيفي الثاني هو محمد وليد العاصي، ايضا المرشح لمرشح منفرد لعضوية البلدية المجلس البلدي في صيدا. صباح الخير، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد. طبعا كمان صيدا إلى حالة، يعني حالة خاصة، وكتار يمكن هيك أول ما نقول مرشح حلو. منفرد بصيدا والمعركة سياسية بامتياز، حلو يعرفوا ليش شو القصة. شو طبعا سياسية بامتياز، في كتير علامات استفهام تطرح، رح نحكي بالتفصيل إذن بانتخابات الجنوب وبانتخابات صيدا بشكل خاص، على أن نستضيف أيضا بالقسم الثاني من هذه الحلقة العميد المتقاعد صلاح جبران، أيضا المرشح على الانتخابات على المقعد النيابي الشاغر في جزين. بالبداية موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلي كلارا، وننطلق بعده بحوارنا مع ضيوفنا. شكرا كاترين، أهلا بكم. لليوم الثاني تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للقوات المصرية بمساعدة القوات اليونانية البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة التي تحطمت في البحر قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا. وفي المستجدات وصل 3 محققين من فرنسا وخبير فني من شركة إيرباص إلى مطار القاهرة اليوم للمشاركة في التحقيقات. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو أنه ليس هناك أي مؤشر حول أسباب تحطم الطائرة المصرية، في وقت تحدثت السلطات المصرية عن احتمال وقوع عمل إرهابي. وقال إيرو لشبكة فرانس 2 إننا ندرس كل الفرضيات، لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب تحطم الطائرة، مشيرا إلى أنه سيلتقي السبت عائلات الركاب لإعطاء أقصى ما يمكن من معلومات بشفافية تامة. أعلن وزير حرب العدو موشي علون استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، لافتا في تغريدة له على تويتر إلى أنه سيعتزل الحياة السياسية لفترة. وكتب يعلون في صفحته على الفيسبوك أنه أبلغ رئيس الحكومة هذا الصباح بأنه في أعقاب أدائه في التطورات الأخيرة، وعلى ضوء انعدام الثقة به فأنه يستقيل من الحكومة والكنيسة. وقال يعلون إنه سيقدم بيانا لوسائل الإعلام في مقر وزارة الحرب في تل أبيب ظهر اليوم، هذا فيما ذكرت تقارير صحفية أن نتنياهو هاتف يعلون أمس في موازاة المفاوضات مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان حول انضمامه إلى الحكومة. وأفادت صحيفة هارتس بأن المحادثة بين نتنياهو ويعلون كانت ضبابية. إلى ذلك أفادت معلومات صحفية أن المتطرف يهودا غليك الذي يقود حملات المستوطنين لاقتحام الأقصى سيخلف يعلون في الكنيسة. يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد مصطفى بدر الدين ذو الفقار الذي اغتيل في سوريا بانفجار استهدف مقرا للحزب قرب مطار دمشق الدولي. ويتوقع أن يكشف نصر الله بعض الملابسات التي أحاطت بشهادة بدر الدين، هذا إضافة إلى محطات في تاريخ هذه الشخصية الاستثنائية. نفت الأمانة العامة للأمم المتحدة ما أثير في لبنان عن تقرير دولي يدعو إلى توطين اللاجئين السوريين، مؤكدة أن أحدا في المنظمة الدولية وخصوصا الأمين العام بان كي مون لا يدعو لبنان إلى امتصاص اللاجئين السوريين أو إعطائهم الجنسية محليا.
وقد ذكرت معلومات صحفية أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ ستزور اليوم وزير الخارجية جبران باسيل ثم رئيس الوزراء تمام سلام، وستدلي بتصريح لتوضيح ما أثير بشأن منح اللاجئين السوريين الجنسية. وفي هذا الإطار أشارت مصادر نيابية لصحيفة النهار إلى أن تقرير الأمم المتحدة عن التوطين الذي جرى الحديث عنه وزع في 21 من نيسان الماضي، وهو موجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحضيرا للاجتماع الدولي في 19 من أيلول، ويتعلق بقضية تشمل ربع مليار لاجئ من أنحاء العالم. قال وزير الاتصالات بطرس حرب إن احتمال دخول ملف الإنترنت غير الشرعي في حالة الموت السريري لا يزال مصدر قلق بالنسبة له، وأشار حرب في حديث للسفير إلى أنه يضع ثقته الكاملة بالقضاء، لكنه يدعوه إلى تسريع المحاكمات لأن مشي السلحفات ليس لمصلحة التحقيق، مجددا تأكيده بوجوب عدم تغطية أي متورط مهما على شأنه. من جهته أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله للصحيفة نفسها أن اللجنة ستلاحق ملف الإنترنت غير الشرعي وكل ما يتفرع منه، موضحا أنها تنتظر في جلستها المقررة في 31 من الجاري المعطيات القضائية في ضوء التحقيقات الرسمية. وأشار إلى أن اللجنة ستطلع من وزير الاتصالات على المعطيات الرسمية حيال ما نشر عن التخابر غير الدولي، وبناء على ما يقدم من معلومات سيبنى على شيء مقتضاه، مؤكدا أن الملف لن يقفل إلا بعد التوصل إلى نتائج نهائية تصون الأمن الوطني ومالية الدولة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين حنا. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد بضيفي الوزير السابق شرب النحاس ومحمد وليد العاصي المرشح المنفرد لعضوية المجلس البلدي في صيدا. من جديد أهلا وسهلا فيكم. بلش معك مع الوزير شرب النحاس، مواطنون ومواطنات في دولة، كيف تستعدون للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب؟ عندكم مرشحين ببنت جبيل، ميس الجبل، بصور، بصيدا، أديت تحدي كبير بالنبطية. بالنبطية يعني احنا مستمرين بالجنوب مثل ما بدأنا ببيروت وبالبقاع ثم بجبل لبنان وبالجنوب، واسبوع القادم بالشمال، لانه نحن هالمسألة الانتخابات البلدية عم ننظر لها بداية انه هي انتخابات، ثانيا انه هي بلدية. يعني مش قليل انه نحن ببلد يلي ألغيت فيه الانتخابات النيابية مرتين، يلي انهارت كل مؤسسات الدولة، ولما بتيح الفرصة انه الناس تعبر عن رأيها وتاخذ خيارات، هذه فرصة ما بيجوز لا أنه نتعامل معها بخفة ولا أنه نخليها تكون مختصرة على اعتبارات محلية وجزئية تحت عناوين عائلات وتوافق وما إلى ذلك، لأنه الهموم يلي عايشين اللبنانيين اليوم، وحضرتكم هلأ بالأخبار أشرتوا، يعني نحن عندنا اليوم مسألة النزوح السوري مع مشاريع عم تحاك له، نحن اليوم بالذكرى المئوية لسايكس بيكو بنعرف انه في اقتراحات لمؤتمرات لإعادة تقسيم المنطقة وترتيبها، هيدا لما بيكون عم بيحصل ما بيجوز نحن نعتبر انه هيدا كله ما خصنا فيه وما عندنا دولة عم تتعاطى فيه، ونروح نلتهي على أهميتها بمسائل جزئية ومحلية. لذلك مقاربة مواطنون ومواطنات في دولة هي اغتنام فرصة الانتخابات البلدية لإقامة لإنشاء تظهير إطار سياسي منظم عابر للمناطق وللطوائف، عنوانه وهدفه الأساسي هو بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة. هل الانتخابات البلدية مع الوزير يمكن أن تكون بابا لهذا الإصلاح اللي عم تحكي عنه بوقت أنه كتار بيشوفوها انعطت أكثر من حجمها بكتير، وهي بالنهاية إنمائية بدليل أنه عم نشوف بأكثر من محل أحزاب حليفة بنشوفها عم تتنافس، هذا أكبر دليل أنه العائلات بتدخل بهالموضوع، أنه الطابع الإنمائي لهالاستحقاق الانتخابي هو الطاغي رغم لباس هذا الاستحقاق لباسا سياسيا يعني بشكل كبير. هذا التعبير، هذا التشديد على انه هيدي عائليه وانمائيه اساسا بيصير الريبه. شو الانماء؟ الانماء ببلد يلي نص الشباب بيهاجروا، اللي الناس بالعيال رازحه تحت ديون، يلي ابسط الخدمات مش مؤمنه، يلي ما عندنا قدرات امنيه تنزيح القلق عن المواطنين بمختلف المناطق. الانماء هذا الانماء هو انه الناس تعيش بكرامه من شغله،
مش الانماء انه نلتهي ننسى كل هيدول ونروح نلتهي بجزئيات على اهميتها من صنف الرصيف والجنينه والى اخره. بس مش على هالاساس بتنتخب الناس رئيس البلديه والاعضاء؟ الناس بتنتخب بلبنان للاسف على اساس انه الانتخابات هي مناسبه لتظهير بعض الوجهاء تيترقوا بسلم الوجاهه ضمن دوله فاشله. لما بيجوا بيحكوا عن العائلات، شو معناتها العائلات؟ معناتها كل عائله في وجيه او وجيهين بيناتها يلي بيحاولوا من خلال التفاف العائله على مكوناتها انه يحصلوا من قبل الزعيم او الزعيمين يلي موجود بالمنطقه على شهاده انه انت الوجيه. هيدي لا الانماء هو انماء ولا العائلات هي عائلات. نحن الانماء عم نواجهه من خلال اقامه دوله تثبت حقوق للناس، ثاني شيء من خلال انه العائلات والطوائف والمناطق والخصوصيات وكل الحكي هيدا ليست إلا ترجمة ليأس الناس من وجود دولة، من وجود حقوق، وبالتالي انكفاءة على الأشكال الاجتماعية الأبسط يلي هي العصبية العائلية وما إلى ذلك. هيدي منا ظاهرة مفصولة. هلأ مثلا كنتوا عم تحكوا من شوي عن قضية الإنترنت، إنه نحن ببلد اليوم يلي فضيحة بتجي بتغطي على فضيحة. صحيح. طيب مؤتمر نعمة تسكر مبارح، ما هيك؟ شو حيصير بالزبالة؟ ما حدا حكي شيء. الناس بلا بالبلديات. هلا نسينا الإنترنت، إجت البلديات. يعني ما بيجوز إنه محطة انتخابية مثل هيدي، برجع بقول بوقت يلي الدولة سقطت بلبنان، إنه كمان نضيعها بنوع من كرماس إنه يبا عائلات وكسر عظم وإخبار كأنه عم نحضر شي ماتش فوتبول، وبكرة بيخلص الماتش وبنرجع ما منكون روحنا الفرصة وما عملنا شيء. لذلك نحن كل هدفنا انه هذه المناسبة الانتخابية يلي برجع بذكر بثماني الشهر الماضي الحالي جينا قلنا أب، وبعدين كتير ناس رددوها وهيدا امر مش مزحة، انه بمجرد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية واكثر مباشرة باول نهار ببيروت والبقاع ما بقى عندنا مجلس نيابي. يعني نحن النواب اليوم صاروا محتلين مبنى عام. سقطت الذريعة يلي مش انه منضل مكملين وبنعمل مؤتمر دولي لنعمل مقايضة على ما بعرف شو. هذه الدولة الفاشلة والفاقدة للشرعية ما فينا نحن نغض الطرف عن وضعها ونتلهى بانه عائلات ووجهات وقصص من هالنوع، هذا بيكون جريمة. نعم. وليد العاصي مرشح حضرتك عن المجلس البلدي في صيدا بشكل منفرد، طبعا بإطار مواطنون ومواطنات في دولة، شو يلي بخليك انك تترشح بشكل منفرد والبعض بشوف انه حظوظك معدومة في ظل التنافس السياسي الحاد بمدينة مثل صيدا؟ صراحة انا ما بشوف انه حظوظي معدومة، انا بشوف انه في إلي حظوظ لانه انا جزء من فريق من الناس الوطنيين اللي لهم تاريخ بالعمل بالمدينة، عمل اجتماعي سياسي وطني نقابي بكل المجالات. يعني أصدقائي من الناس الحزبيين يمكن السابقين أو الناشطين الاجتماعيين كلهم لهم مصلحة بأنه يكون في تغيير. واضح أنه القوى الأساسية السياسية الرئيسية بالمدينة هي موجودة ضمن بلوكان، وبهالمرحلة هيدي بحاولوا كل طرف يظهر قوته السياسية انه هيدا هو التقل لي. نحن ما مش فايتين بحاله تناحريه بين اثنين. نحن صح جزء من عملنا هو السياسي اللي عم يحكي عنه معالي الوزير، بس كمان نحن عيننا على الانماء بالمدينه. يعني نحن بمشروعنا عم نشوف انه مثلا مش بيطرحوا لك مشاريع من نوع انه والله نحن شلنا جبل النفايات او عم نعمل مرفأ او في مشاريع تانية صغيره، بتحسي انه هذه المشاريع مش كثير مدروسه ومش كثير بتمثل مصالح الناس. نعم، رح احكي عن المشاريع التنمويه اللي صيدا بحاجه لها، بس انت وحدك منفرد شو بدك تعمل؟ يعني حتى لو انت قدرت تخرق اذا بدنا نفترض، شو بدك تعمل؟ هون يؤخذ على مواطنون ومواطنات في دوله. رح اسال بعد شوي مع الوزير هالموضوع، انه لو يعني بتدخلوا ضمن لوائح على القليل لائحة كاملة أو بتنخرطوا بلائحة من هاللوائح المتنافسة، كان الحظوظ أكبر، كان في إمكانية أنه تحققوا هالأهداف اللي عم تعلنوها. أنت وحدك شو بدك تعمل بصيدا؟ نحن مش هدف لإلنا أنه نكون بالمجلس البلدي. يعني نحن مشروعنا على مستوى الدولي ككل، مش آخر همنا أنه إذا كنا بالمجلس ولا لا، بس نحن بالأخير إذا كنا بقلب المجلس، بقلب المجلس شغلتنا انه نحط اصبعنا بكل المطارح اللي بده يصير فيها شغل. ونحن يعني
انه واحد لحاله، انه انا مش لحالي مش مزبوط، انه انا لحالي مرشح مرشح منفرد بس انه في مجموعه من الناس اللي بدها تواكب هذا العمل اللي موجود على الشارع، سواء كان على المستوى الشعبي او بقلب المجلس بعدين. انه بده يتعاون الواحد طبعا مع ناس اختصاصيين بيفهموا بكل القضيه لحتى يقول انه هيدي هيك. نعم. او هيك. شو تعليقك على هالسؤال مع الوزير؟ يعني فكره انه مرشح منفرد، من البعض بيشوف انه يمكن حتى الناس ما تتحمس انها تنتخب، يعني مثل كانه عندها هيك افكار مسبقه عن هالموضوع انه ما راح يقدر يعمل شيء، شو بده يعمل وحده يعني بصيدا. لذلك ان كان بصيدا او بمختلف الاماكن، عشنا نفس الشيء بجبيل، وعشنا نفس الشيء بعلي، وعشنا نفس الشيء بميس الجبل. بكل محل من هذه المحلات هناك وضعية لزعيم أو زعيمين يلي عم يبدو حرص استثنائي أنه ما يكون في مقابلهم أي مرشح. مجرد وجود مرشح بيدخلهم بريب بإرباك شديد، حتى لو كانوا مستخفين يعني طبعاً. عفوا على التعبير، بس البعض بيشوف انه هم مرتاحين، يعني شو بده يعمل ما راح يخرق حتى 100%. لا لك شو بيعمل، بيكسر شعور الهيبه المطلقه. يعني هيدا الزعيم ما حدا بيترشح مقابله، مجرد طرح انه الناس عندها خيار هيدا امر المتسلطين ما بيحملوه، مش مهم الرقم الاصوات. وهيدي بالتجربه يعني مورست ضغوط استثنائيه وصولا للتهديدات والى اخره والاذى بهذه المحلات يلي ذكرتها. برجع بكرر لك، علي، جبيل، ميس الجبل واماكن اخرى، لانسحاب مرشح من مواطنين ومواطنات منفرد ما كان عنده احصائيا اي حظ. يعني لانه هيدا بفرجي قديش هذا التسلط هو مأزوم. يعني ما في يحمل انه الناس يكون في قدامها خيار. نحن هيدا بيسعدنا كثير. عم بتقولي لوليد انه منفرد، هو مش منفرد، هو موجود بصيدا وببيروت وبزحلي وببعلبك وبمشغرة وبصغبين وبصيدا وبصور وبالنبطية وبجبال عم تحكي عن حركة مواطنون ومواطنات في دولة. يعني للمشاهدين، الزعماء على اختلاف أوضاعهم وتاريخهم وتقييمنا وتقييمهم، إنما هؤلاء الزعماء، مين في من هؤلاء الزعماء حتى الكبار منهم يلي موجودين على كل هالساحات؟ ولا واحد. هيدول موجودين على بعض الساحات يلي طبعا مطبوعة بطابع طائفي، إنما هني غائبين كليا عن كل باقي الساحات. نحن تعمدنا إنه نطرح هالخيار وهالتصور تنطلع من هذه القوقعة، لأنه لما كل واحد منا كل شخص بيكون محصور بعلبة معينة يلي فيها زعيم، بيتخيل إنه الدنيا صغيرة هي على هالقياس، وإنه ضمن هالقفص، هيدا عم بستعمل نفس التعبير، في ديك حاكمه وهو قدره محتوم. بس الأفضل بعد، يعني هذا كتير جيد اللي عم تقوله. بس كمين أفضل أكتر إنه يكون في على الأقل يعني نسبة معينة من الحظ إنه يخرق. مش هيك هون عم نحكي البعض بيشوف إنه تحالفكم مع يمكن أشخاص معينين ضمن لوائح أخرى متنافسة قد يفتح لكم هذا، يعني مثلا بصيدا بنعرف إنه لائحة المهندس محمد السعودي، في بوجه لائحة صوت الناس، في طبعا لائحة مفهوم. أخرى غير مكتملة. مثلا شو اللي كمان ما في شيء بيجمعكم مع اللوائح المنافسة لائحة رئيس البلدية الحالي؟ مش عم نفشي سر إذا قلنا إنه الدكتور أسامة سعد نحن نضلنا سواء، ما هيك يعني شو ما في شك لحليك شو القصة منا حالي خاصة. هذه الحالات على أهمية تاريخها ونضالها وإلى آخره، هذه حالات موجودة بأماكن معينة، ما هيك؟ إذا كان بدنا نبقى نواجه هذه السلطة، برجع بكرر، الفاشلة وغير الشرعية ضمن بؤر، افترضي أنه اتخذت بلدية صيدا، ما هيك؟ طيب شو حتقدر تعمل بلدية صيدا؟ ما بلدية صيدا منا موجودة إلا بصيدا، تبهي. بينما الواحد يقدر يطوق هذا البنيان التسلطي لابد من اختراق هالأقفاص. يعني نحن بالنقاش هيدا طبعا طرحنا هالموضوع للأسف حتى مع أقرب الناس لقلنا، يعني مع دكتور أسامة، كان الجواب أنه لا نحن بصيدا، نحن موجودين بصيدا. نحن ما أنتوا عندكم مصلحة أنه إذا كنا ضمن هذا الإطار، يعني هن اللي ما قبلوه إنكم بس معلش مش عتب هذا معلش مش لا بس عم نستوضح صحيح تماما، أنه نحن هي وجود مواقع متقدمة صيدا مثل منه، بس في أمثلة أخرى
ما بيجوز انه يؤدي الى اعتبار هذه النقاط كأنها جزر، لانه الجزيره بتبقى مطوقه ببحر. ضروري انه نواجه بطريقه ثانيه، نحن نطوق هذه الزعامات الطائفيه، مش نبقى بموقع استثناءات جزر مثل ارخبيل من هالنوع. هيدي مساله كثير اساسيه، لانه الامثله اللي كنت عم بقول لك اياها عن منع الترشح يعني تيطلع بالتزكيه، هيدي شغلة كتير خطيرة، لا سيما لما بتتواكب مع كيف بدي أقول لك، يعني الناس تتعود إنه استخدام المال أمر طبيعي، يعني وإنه بلا المعارك الانتخابية أريح كمان يعني أكثر من هيك. بيتم تخوين المرشح تيجبروه ينسحب من خلال ادعاء طبعا زائف ما له ولا أساس لا قانوني ولا شيء، إنه إذا طلعنا بالتزكية البلدية بيطلع لها 40 مليون و100 مليون ليرة مكافأة، وهيدا كذب ما في شيء منه، ما بيطلع على شيء، لا ما له ولا اساس هيدي، يعني هيدا كله شو هيدي شائعه يعني، بس شو مصدرها هيدي من وين؟ مش ابتزاز هذا، او في شيء خبريه بس مفهومه غلط يعني، ولا شيء ابتزاز بالمطلق، هذا افتراء وابتزاز. هيدا لا يطلع هذا المرشح يلي جاي يطرح إمكانية خيار، يطلع هو عم بيهدر أموال البلد، واحد تاني بيطلع أنه هيدا خاين وبيركبه أنه هيدا عميل وقصص كلياتها. هيدي بتفرجي قديش هذه السلطة مأزومة، وقديش ملح أكتر أنه المواجهة تكون مدروسة وما تكون معزولة ببقر. لا نعطيك الفكرة، عم تحكي عن الإنماء، عندنا 1058 بلدية، ولا وحدة من 1058 بلدية قاضت الدولة لتحصل على أموالها، إن كان من الصندوق البلدي المستقل أو من الرسوم يلي تجبى لصالحها عبر الاتصالات. نعم. إذا بدنا نحكي جد يعني، خلينا مش نحط شعارات ونتخبى وراها. لما بدنا نجي اليوم نقول إنه في انتخابات حتى لو كانت بلدية، هذه الانتخابات البلدية هي الوحيدة يلي قادرة أن تنتج كيانا منتخبا له صفة شرعية. مجلس النواب ما له شرعية، الحكومة ما لها شرعية، مش عاملة موازنة. اليوم أي بلدية بتجي، أي بلدية بتطلع اليوم، البلدية هي من اختصاصها كل عمل له طابع أو منفعة عامة. طيب لما بتجي الدولة بتنشئ وزارات، هيدي الوزارات عم بتقول أنا كدولة مركزية لح أخذ على عاتقي كمسؤولية هذا العمل، المالية، التربية، الأمن، العمل، أي شيء. لما الدولة تخل بموجبات مسؤولياتها، طيب شو بيكون دور البلدية؟ إنه تسقي جنينة؟ لا، بيصير دور البلدية كل عمل له علاقة بمصلحة أو منفعة عامة. يعني لما الدولة بتجبي ضرائب اليوم من الناس من دون، خلافا للدستور، من دون موازنة اللي هي السق التشريعي اللي يجوز الجباية، نحن لو كنا قادرين ناخد بلدية كنا منحجز أموال الضرائب وما منخلي الناس يخالفوا الدستور والقانون ويدفعوا للدولة، إنما تحجز الأموال في حساب مستقل ولا تحول إلى الخزينة إلا بعد أن تقوم الدولة بوضع الحسابات والموازنة. لأنه البلدية اليوم يلي بتنتخب هي صاحبة الشرعية والدولة أخلت بموجباتها، مش أنه هيدا مفصول والدولة فارطة والبلد فارط ونحن قال شو عائلات وإنماء. خلينا نحكي جد، شو يعني إنماء؟ العائلات لما أفرادها بيهاجروا ما بتعود عائلات، العائلات لما تشترى وتستزلم لأنه منأمن شغل لهيدا وشغل لهيداك بمخالفة ما بتعود عائلات، تتحول إلى مافيات. نعم. أستاذ وليد، ماذا يريد الصيدويون برأيك من المجلس البلدي العتيد؟ الصيدويون عندهم كتير شغلات بدهم إياها، يعني بتعرفي الصيدة مثلا بتعاني من مسألة هجرة أبنائها. هذا شيء قديم، صاروا ياخذون على السعودية، كانت ناس عندها صيدة هي بتمتاز بأنها مدينة حرفية. أخذوا هول الناس شغلوهم بالسعودية، شغلوهم ما شغلوهم بمصالحهم، شغلوهم هيك إنه حرس ونطور ومدير ورشة وشي من هالنوع. يعني سحبوا من تحت من إيدهم الكفاءة اللي كانت عندهم. إضافة لهيك إنه صيدة من المدن اللي إلها ميزات، يعني صيدة عاصمة الجنوب. صيدة هلا حاليا محاصرة، مفترض انه ترجع تنفتح، يعني باي حدا بتحكي معه بقول لك يا عمي وين السياحة؟ وين السينما؟ ما في مسرح، ما في بحر، ما في صيدة. مسؤولية من مسؤولية البلدية هيدي كلها؟ طبعا في مسؤوليات على البلدية، انه مثلا هلا البلدية بتجي بتحط مشاريع، انه هلا هن بيعتبروا حالهم مصورين مكب النفايات من فوق من الجو، انه شوفوا شو عملنا. طيب شو عملتوا؟
انه هيدا شو يعني ما في شفافيه انه انت طيب ردمت هالمطرح هذا المطرح اللي بيعادل ثلاث مرات مساحه صيدا القديمه. طيب شو هو هذا؟ شو بدك تعمل فيه لهذا المطرح اللي ردمته؟ ما في، ما حدا بيعرف. انا باكد لك انه يمكن اذا في حدا بيعرف يكون المحيط فيهم للي موجودين. غير هيك انه هلا مثلا عم يعملوا مشاريع، كل الناس عينا على الشيء اللي عم بيصير، يجي بيقول لك انه في جزء من المدينه هيدا بدنا نمنع السيارات تفوت له، بدنا نعمله منطقه سياحيه ومش عارف شو، كسروا دفعوا مصاري، كسروا ارصفه، شالوا زفت مش عارف شو وبلطوا. بعد شوي انه راحوا قال هن عم يعملوا حاله ديمقراطيه، بيسالوا الناس انه شو بدكم تفوت السيارات ولا ما تفوت اصحاب المحلات. طيب شو راي الصيدويين يعني بكل هو هذا الصيدويين؟ لانه بنشوف انه في بعض الصيدويين صوتهم عم بيقول انه في انجازات ولكن مطلوب اكثر. يعني ايه هو هيدا هون، هل هالشيء بيعطي حظ اكثر للرئيس الحالي انه يرجع يربح مره ثانيه؟ هن وصلوا الناس لمرحله انه قصموا المدينه، انه انت يا هون يا هون، وهيدا برايي انا شيء غلط. يعني نحن وقت اللي عم نشتغل بحاول مثلا يصوروا انه نحن كانه اذا اعترضنا على شيء انه نحن ما بدنا شغل بالمدينه، مش مزبوط هذا الحكي. نحن بدنا شغل بالمدينه وبدنا انماء بالمدينه، بس كمان بدنا نعرف انه هيدا الشغل بده ينشغل باي كلفه ولمصلحه مين. يعني انه مثلا بيجي بيعمل مشروع بالاخر بيطلع انه في هالكم متمول انه هن اللي بدهم يستثمروا، طيب والناس شو وين مصالحها للناس فيه؟ انه بيعملوا جزء من مشروع وبينام الجزء الثاني، طيب ليه الجزء اللي فيه هبره اخذوه يعني انه التلزيم ومش عارف شو، بتطلع الجزء الثاني مش مبين. يعني انه مثلا نحن مكتبه بلديه صيدا كان عندها مكتبه عامه مثلا، مش موجوده هلا. طيب ليه شو صار فيها المكتبه؟ راحت خلص نسيوها. انه في مسرح، في سينما ومسرح بقلب بلديه صيدا ما بيستخدم، انه في اشياء كثير بسيطه مش مكلفه فيها تنعمل. مثلا الامن شغله كثير مهمه. يعني بيجي بيقول لك انه الامن انه بشيء وشيء بيعرفوا انه بيقدر لهم حقوق وفيهم يعملوا، انه طب ما كل عمره بكل البلديات في شرطه بلديه، طيب ليش ما بيعززوا الشرطه البلديه لا تبرم لا حتى تمنع المخالفات، سواء كانت منبسطات من سرقات من اي شيء ممكن يكون، وهذا سهل. نعم. وفي اشياء مش مكلفه يعني. نعم اسمح لي رح تبع طبعا معكم مع معالي الوزير شرب النحاس، ولكن عندنا جوله يوميه على الصحف بتوفينا فيها اليوم كلارا، وابرز ما في الصحف اليوم معك كلارا، تفضلي. شكرا لك كاترين. نبدأ الصحف اليوم من الفضيحة التي كشفت عنها قناة الجديد بالأمس، وتحديدا التي تتعلق بالإنترنت غير الشرعي المرتبط مباشرة بستوديو فيزيون. هذه الفضيحة التي كشفت عنها قناة الجديد بالأمس أيضا تحدثت عنها اليوم صحيفة السفير في المانشيت، وكتب عنها إليل فرزلي تحت عنوان قرصنة التخابر الدولي ب 45% من مشتركي الثابت. يقول استكمالا لفضيحة الانترنت غير الشرعي، تكشفت ومن بوابة قطاع الاتصالات أيضا معالم فضيحة جديدة تتمثل بوجود عمليات تخابر دولي غير شرعية، مصدرها شركة ستوديو فيزيون التابعة للمتهم الأول في قضية الانترنت غير الشرعي. المعطيات التي اكتشفتها أوجيرو مؤخرا وبعثت برسائل رسمية بخصوصها لوزير الاتصالات، أظهرت أن شركة ستوديو فيزيون تقرصن المخابرات الدولية منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخه عبر خط رقمي E1 تم تسجيله في العام 2012 باسم الشركة، يضم رزمة متسلسلة من 100 خط من الرقم 04526000 حتى الرقم 04526099. هذا الخط يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين اللبنانيين ري فيلينج عبر ما يسمى PBX، وتبين أن هذه المكالمات تصل إلى حوالي 400 ألف مشترك لبناني، أي ما يعادل نحو 45% من إجمالي عدد المشتركين في الشبكة الثابتة. يضيف إليل فرزلي اللافت للانتباه أن الرقم المذكور يصدر منه يوميا نحو 4000 مكالمة محلية مع تركز الاتصالات عند بعض المشتركين. على سبيل المثال، فإن أحد أكبر مستشفيات العاصمة تلقى في العامين 2014 و2015 نحو 800 ألف اتصال من الرقم نفسه، أي ما يزيد عن 10 اتصالات يوميا.
الأمر نفسه يتكرر مع مشتركين آخرين، سفارة أوروبية تصلها 6 اتصالات يوميا من الرقم نفسه، فيما تتلقى إحدى الشركات المعنية بالعلاجات البديلة 17 اتصال يومي منذ سنتين، ومن الرقم نفسه الذي تصدر منه الاتصالات ليلا ونهارا. بالنسبة لأوجيرو فإن كل هذه المعطيات تعني أن استوديو فيزيون تقوم بعمليات تخابر غير شرعي، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام. من علامات الاستفهام إذا كانت شبكة الاتصالات المكتشفة تحصل على الإنترنت من الشبكات غير الشرعية، فهل استمرار حركة الاتصالات على حالها يعني أن الشبكات غير الشرعية لا تزال تعمل؟ أيضا من التساؤلات في حال كانت شركة ستوديو فيزيون استأجرت خط الإي 1 من أوجيرو، فهل ثمة من يغطي حركة الاتصالات المشبوهة من داخل الهيئة؟ بما أن حركة الاتصالات الصادرة عن الرقم 04526000 مشبوهة في الأساس، خصوصا أن الاتصالات الصادرة عن ستوديو فيزيون وصلت إلى 390 ألف خط، أي ما يقارب عدد الاتصالات الصادرة عن كل المشتركين الآخرين المستأجرين لخطوط E1، فلماذا لم يتم الكشف عن الأمر منذ سنتين؟ وهل للأمر علاقة بالصراع القائم حاليا بين أوجيرو والإم تي في؟ من الأسئلة أيضا التي طرحت في السفير، إذا كان القضاء لم يستدعي حتى الآن المسؤولين عن المحطة على خلفية فضيحة الإنترنت غير الشرعي، فهل يمكن الاستمرار بحمايتهم في قضية التخابر الدولي غير الشرعي؟ كل الشركات التي يتم التعامل معها هي شركات معروفة ويصلها عدد هائل من الاتصالات، فهل يحصل ذلك صدفة أم أن ثمة وسطاء عرضوا الخدمة على هذه الشركات وتم اعتمادها رسميا من قبلها؟ يضيف إلي الفرزلي، الأكيد حتى الآن أن وزير الاتصالات طلب تحضير المراسلات اللازمة تمهيدا لرفع دعوى ضد المتورطين في الملف أمام النيابة العامة المالية وهيئة القضايا في وزارة العدل، والأكيد أنه طلب من المعنيين قطع الاشتراكات الهاتفية الواردة في ملف التخابر غير الشرعي. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أيضا مقابلات خاصة أجرتها السفير، ونبقى مع السفير التي أيضا كتبت: بكى نصر الله فاتصل ذو الفقار مطمئنا واستشهد. علي شهاب كتب: ما إن أنهى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمته في يوم الجريح المقاوم في 12 أيار حتى رفع مصطفى بدر الدين ذو الفقار سماعة الهاتف الداخلي معربا للسيد عن تأثره الشخصي بالكلمة، خصوصا حين دمعت عينا الأمين العام وخنقته عباراته بعدما استذكر أبا الفضل العباس شقيق الإمام الحسين. أفاض ذو الفقار في الاتصال بالكلام الوجداني، وهو المقاوم الذي يحمل علامة جرح في ساقه منذ ريعان شبابه، لكأنه كان يودع الأمين العام في تلك الليلة في اتصال كان الأخير بينهما. يقول علي شهاب: اليوم يترقب جمهور المقاومة وأعداؤها على حد سواء إطلالة السيد حسن نصر الله في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد العسكري. جمهور حزب الله ينتظر من السيد أن يميط اللثام عن الكثير من الملابسات التي أحاطت بشهادة بدر الدين في هذا التوقيت الحساس. أيضا يستعرض علي شهاب مجموعة من الأسئلة والطروحات لكلمة السيد. البناء أيضا تحدثت عن هذا الموضوع، وقالت روزانا رمال في مقالها: أسئلة كثيرة تدور في بال القاعدة الشعبية للحزب القلقة بشكل أكيد على ما يمكن أن يطمئنهم على استمرارية وعافية الحزب في السنوات المقبلة إذا ما طالت الأزمة في سوريا، والملاحظ اليوم أن الشارع غير مهتم للرد أو الانتقام بقدر ما هو مهتم بمعرفة أسباب الخروق، وبقدر ما يعنيه الحفاظ على سرية يتغنى بها حزب الله يكاد يفتقدها بسبب توسع اللاعبين على الأرض في سوريا وكثرة الحاضرين. وإلى الأخبار والمعركة الانتخابية، ولكن نبدأ من صيدا، حيث كتبت أمال خليل سعد الحريري إلى صيدا في مهمة إنقاذية: منذ الصباح الباكر بدأ عمال بإزالة المكعبات الإسمنتية التي تمنع وقوف السيارات في محيط مسجد بهاء الدين الحريري في صيدا. الحركة لم تهدأ حول المسجد وفي منزل شفيق الحريري، حيث ينتظر أن يتنقل الرئيس سعد الحريري بينهما اليوم فيؤدي صلاة الجمعة في المسجد ويستقبل الوفود الشعبية في منزل عمه إلى حين موعد الاحتفال الانتخابي للائحة إنماء صيدا برئاسة محمد السعودي عصرا. أمام الحريري مهمتان تقول أمال خليل:
أولا مرادات الصيدويين العاتبين على استثناء مسقط رأسه من جولاته المناطقية بعد عودته إلى لبنان، واستنهاض قاعدة تيار المستقبل التي خمدت في الآونة الأخيرة بسبب الشح المالي والتشدد المذهبي الجاذب. وتقول استطلاعات الرأي عشية الانتخابات البلدية الأحد المقبل فرضت على الحريري مؤازرة ماكينة عمته النائبة بهية الحريري ونجلها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. ينقل مقربون من المستقبل أن الحريري طلب من سيدة مجد ليون الاستعاضة عن الاستقبالات الشعبية في قصرها بجولات في الأحياء والأزقة، وأوضحوا أن الوضع صعب إلى حد دفعها إلى إدخال موكبها مع نجلها إلى الأحياء الشعبية في تعمير عين الحلوة والقيعة ومكسر العبد والبستان الكبير بعد أن كانت تلازم مجد ليون بسبب التهديدات الأمنية. ووسط كل ذلك لوحظ غياب تام للرئيس فؤاد السنيورة. مهمة الحريري قضية استحضرت ما فعله والده الرئيس رفيق الحريري قبيل الانتخابات البلدية عام 2004. تفاصيل أكثر في الأخبار في مقال أمال خليل، ولكن لابد من التوقف أيضا في الأخبار عندما كتبته ريفي غير مرغوب فيه. يجمع السفير السعودي علي عوض العسيري على مائدته اليوم 90 مسؤولا سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا في خطوة يريد منها إثبات قدرته على جمع عدد كبير من الشخصيات التي لا يتفق جزء منها مع سياسة بلاده. علمت الأخبار أن العسيري استجاب لطلب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بعدم توجيه دعوة إلى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعدما علم الحريري أن الوزير المتمرد عليه سيكون على لائحة المدعوين. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أيضا مشاهدينا، نكتفي بهذا القدر من جولتنا على الصحف، والآن فاصل إعلاني نتابع بعده كاترين حنا والحدث. طبعا نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي الوزير السابق شربل نحاس ومحمد وليد العاصي المرشح المنفرد للمجلس البلدي في صيدا. أستاذ وليد، شو رأيك بزيارة الرئيس الحريري اليوم إلى صيدا؟ هل تعبر عن أنه في مأزق أو عن خوف من فشل في صيدا؟ أكيد طبعا أنه بالحالة العامة والأزمة السياسية اللي وصلت للبلد وطروحات مجموعة من القوى السياسية المرشحة بكل المناطق واللي منا نحن، واضح أنه في أزمة وفي حالة إحباط عند الناس ورفض للقوى السياسية المهيمنة واللي على رأسها تيار المستقبل والحريري. وأنا سمعت يعني خبريات أنه بصيدا من نوع أنه نزلت بهي الحريري ما استقبلوها الناس منيح أو تهجموا عليها، وأن خبريات من نوع أنه ما قدرت تفوت لحالها اضطرت تفوت. شو ما أخذهم الصيدويين على المستقبل الحريري؟ بصيدا في أزمة كبيرة، هن بيت الحريري هن بشكل أساسي هن اللي أخذوا الصيدويين على السعودية اللي يشغلوهم بالخليج. طيب وهلا صاروا 7-8 أشهر مش قابضين مصاري، يعني انه طيب ما هولي كل الناس عمال ناس كاتحين بدهم يعيشوا، يعني لما يقعد واحد 7-8 أشهر يعني عم يتدين، يعني في عنده ازمه كبيره، ازمه معيشيه. غير هيك انه يعني هو بالانقسام السياسي اللي صاير انه هن عم يعطوا صوره انه نحن اشتغلنا وعملنا ومش عارف شو. طيب كمان كل الناس بيتسالوا انه الا اللي هو ملتزم بهالتيار، بس انه الانسان العادي او اللي عنده نهج سياسي مختلف كمان بيتساءل انه طيب هذا الشيء اللي اشتغلته هو لمصلحه مين؟ لمصلحه مين هذا اللي اشتغلته؟ اشتغلت على راسي وعيني، باي كلفه اشتغلت كمان؟ ما هو كمان رفيق الحريري اشتغل وركب على البلد 60 مليار دين. انه طيب وحدا ثاني ما في يقول انه والله انا مثلا هلا السعودي، انه كل الناس بيحكوا انه رجل شغيل وقبضاي ومش عارف شو، بس كمان انا بقول ما في يدير البلد كانه عم بدير شركه خاصه فيه. يعني انه هذا المنطق اللي فيه تسلط، وانه والله انا قاعد انه الرئيس هو الحاكم الفرد اللي الباقيين شغلتهم يبصموا له، كمان هذا مش مقبول. انه هذا الشيء الناس بتشوفه يمكن ما تقدر تعبر عنه بس بتحس فيه وبتتداوله بالاوساط الضيقه. يعني الواحد بيكون له مصالح، يا اخي ما لي مصلحه اتخانق مع فلان انا واتعادى معه، بس هو قاعد مع اهله او مع جاره او مع بالشغل او بالبيت بيتناولوا له هالقصص. بيقول انه والله ابني ما قبض، خيي ما قبض، الأزمة اللي بالبلد هيك، دفعوا هون مثلا على هيدي الشغلة هيك، قديش بتفيدني ولا ما بتفيدني؟ معالي الوزير، شو رأيك بزيارة رئيس الحريري؟ يعني قديه هو بحاجة اليوم لشد العصب عند الصيدويين خصوصا بعد نتائج انتخابات بيروت؟ يعني تيار المستقبل إنما أيضا الكتل السياسية الأخرى
بوضع مر إرباك شديد. بداية يلي كان عم بيقوله وليد، لأنه هذه الكتل قامت بشكل أساسي على توزيع المنافع للناس. لما الوضع على صعيد المنطقة كله سوا، انحدار أسعار النفط والإنفاق الهائل على الحروب، وبالداخل هون تفاقم الديون، خلى أنه القدرة المالية تبع هالكتل شحت. وبالتالي هيدا يلي برر خفت خدماتها يعني، وبالتالي هيدا اللي برر خلال الصيف الماضي هالفضيحة اللي هي خناقة على الزبالة، اللي هي مش قصة زبالة، هي لتطليع المصاري. يعني هيدا الوضع حطتهم كلهم بإرباك، وفي إضافة لذلك حطتهم بإرباك إضافي إنه علاقاتهم بالأطراف الإقليمية، لما الأطراف الإقليمية نازلة بحرب طاحنة دمرت البلاد والمنطقة كلها حوالينا، كمان حطتهم بإرباك. يعني هذه الكتل أصبحت بالفعل بوضع مأزوم، منا قادرة هي بقى تشكل سلطة، مشان هيك بنية الدولة انهارت. لهذا السبب بالتحديد عم نجي نقول أنه المهمة الأساسية هي بناء دولة مدنية، يعني مش دولة ائتلاف طوائف، مش قضية أنه منحب هيدا أو ما منحب هيداك. تخطينا هالمرحلة، هناك عجز وفشل يلي بيهدد بقاء المجتمع بالبلد، منا مسألة بسيطة. بتسمحي لي بس قصص بصيدا إلى بعد كتير مهم، شغلتين بسرعة نختم عن صيدا، يعني عن صيدا أيضا حتى نلحق نحكي أيضا عن مناطق جنوبية أخرى. صحيح، أنا ما بحكي عن صيدا بمواضيع إلى علاقة بالصورة العامة. طيب أشار وليد إلى مسألة الردم، اتخذ مرسوم غير شرعي لأنه مزور صدر، ما كان فيه حكومة، وهذا أكيد مش تصريف أعمال، بسنة 2000 بنيسان 2011 لردم 644 ألف متر مربع بساحل الجنوبي لمدينة صيدا. والمرسوم هيدا لا بيلحظ لا كيف المصاري ولا شو الاستخدام، من قال انه هيدا هالمساحة برجع بكرر 3 مرات اكبر من صيدا القديمة، مش مزحة، بحجة انه فيه ردم الزبالة، ردم الزبالة كله 40,000 من 640، هذه حجة ما لها طعمة. هيدا اعطي سنويا اشغاله للانماء والاعمار مقابل اجار 1000 ليرة. طيب الانماء والاعمار بده يشغل 644 الف متر لشو؟ شو بده يزرع فجل وبندوره وموز يعني؟ اذا هيدي غايه مشبوهه بقرار اخذ بوقت يلي ما بحق لهم، اذا قرار مزور دون مصدر تمويل. طيب هيدا شو معناته؟ هيدا اللي عم بيقوله وليد، هيدا معناته انه عم بيتم تمرير صفقات عقاريه بغطاء ساقط، وهيدي تعتبر انجاز. بصيدا انعمل تكبير هائل للمرفأ القديم بشكل انه قلعة البحر صارت اليوم كأنها شي حجرة مكبوبة بقلب البور. طيب بسنة 2008 الحكومة اللي كان بيرئسها فؤاد السنيور هو ابن صيدا، اقرت المخطط الشامل لترتيب الاراضي يلي بيلحظ عدم تكبير بور صيدا، لانه مرفأ صيدا هو اقدم مرفأ على البحر المتوسط، يعني هيدا في كنوز حتى بنائه من ايام الفينيقيين كان باحجار هائله مع نظام لتصريف المي تما يجمع بقلبه الرمل الى اخره. شو صار بهالقرار؟ هيدا القرار اجى عكسه، تكبير هذا المرفأ تنقول نعملنا بور بصيدا، في حين أنه هذا المخطط اللي أقر وهو ملزم للإدارة العامة يلحظ إقامة المرفأ بالجنوب الوحيد الأساسي بمنطقة الزهراني، لأنه هناك في المصب والبحر أغمق وإلى آخره. طيب ليش بنقال أنه بدنا نعمل بور بصيدا ونخرب صيدا كموقع استثنائي على مستوى البشرية كلها سوا؟ ليش؟ لأنه الصرفان ضمن منطقة التجزئة، أنه صيدا سني والزهراني صرنا شيعة. هيدا المنطق التقسيمي يلي بيؤدي مش إلى إنماء متوازن، بيؤدي إلى إنفاق متوازي. يعني مندفع هون بور وهون بور وهون جامعة وهون جامعة، منقسم البلد وكل هذه المنشآت منا قادرة تشتغل لأنه ما في إلا الحجب والمبرر. في قضية الأسواق، في عنا بلبنان هلا ببيروت الحمد لله محينا الأسواق وجرفناها كليا نرتحنا كتر خيرون، بس في بعلبك وصور وصيدا وجبيل وزحلي اللي كلهم في مرشحين مشتركه والحلول وواصلين طرابلس، لما عندك مدينه قديمه يلي فيها تجاره وحرف والناس معوده تنزل عليها والاخري، انما هيدي قديمه وموجوده من قبل ما تمشي السيارات ونمط التحرك هذا. طيب هيدي شو مصيرها؟ يا اما هيدي بدنا نجرفها تنخلي السيارات تجي، بنكون ضيعنا كنز متراكم خلال قرون. يا اما بدنا نجي نقول انه هيدي خليها مثل ما هي، بتعجق السيارات وما حدا في عود يوصل، وعمليا بتنتقل الأنشطة التجارية إلى خارج المدينة، بتصير المدينة على الأوتوستراد والمدينة القديمة بتهجر. يا أما بدنا نلاقي حلول أنه نحول هذه المناطق إلى
أماكن بشكل أساسي. طبعاً بيبقى بعض السيارات لحالات الأطفاء والطبية وتسليم البضائع والآخره، إنما مناطق مشاة بس بشرط نحافظ على الطابع طبعاً، بس بشرط إنه نخلي الناس تقدر بكل سهولة توصل لهونيك، مش نعمل منطقة مشاة وما حدا في يوصل لها. نفس الشيء حصل بكل هذه المدن. بجبال مثلاً انعملت منطقة مشاة وانجاب سيارات مكشوفة ببلاش على الكهرباء تما تلوس يلي بتدور على طول، ومناطق صغيرة عم نحكي عنها إن كان بصور أو بصيدة، عم نحكي عن منطقة بتبرمها هيدي الحافلة كلها بعشر دقايق، يعني كل دقيقة بتمرق وحدة. طيب عظيم، الناس بتصف سياراتها بعيد وبيصير كتير هين ارتياد هذه الأماكن. طيب بجبال هذه السيارات الكهرباء مرمية تحت الجسر شي عشرة منهم ومش مستخدمة. بصيدة مثل ما كان عم بيقول وليد، اجوا بلطوا الطريق، رجعت الناس تفوت بالسيارات كسرت البلاط. يعني بيجي بينعمل جزء من المشروع بيصور نفس الشيء بس ليش؟ ماشي. ليش عن غباء؟ لا، أسوأ من هيك بكتير، لأنه لما بينعمل جزئيا بهذه الطريقة شو بيصير؟ بيفلسوا أصحاب المحلات يلي جوا، بيروحوا بيبيعوا يا أما خلواتهم يا أما ملكهم، وبيحل محلهم مستثمرين جديد يلي بيحولوا هذه المناطق إلى بابات وما شابه ذلك، وبالتالي بتفرغ المدن. يعني وبيقضوا على الطابع التراثي الحضاري. لا، بيصير هيك مزحة، بيصير شيء سمج مزحة، بيصير كذابة، مثل أسواق بيروت الكذابية اللي ما بقت أسواق، تجار اللي كانوا بأسواق بيروت بعد ما هجروا إلى سوق إلى كورنيش الروشي ثم إلى سوق الروشي الجديد تبددوا. هيدا عم بيؤدي إلى مش مسائل بسيطة هيدي، وهيدي كتير مهم ينتبهوا اللبنانيين إنه هيدا اللي عم بيشوفوه بكل هالمدن هو تماما نفس الآلية يلي عم تقضي على مقومات حياة العالم بكرامة. مش قصص فردية وخصوصية. حتى أختم عن صيدا معك أستاذ وليد، إذا هلأ اليوم بالتحالفات اللي شايفينها باللوائح بالمرشحين مثل ما هو الوضع الانتخابي الحالي، كيف بتشوف التوجه؟ يعني قد في إمكانية لخرق لفوز إحدى اللوائح، لأن يتلقى تيار المستقبل يمكن صفعة جديدة كما حصل في بيروت، أو لا يمكنه أن يفوز باللائحة كاملة؟ شو الوضع حاليا؟ أنا بعتقد أنه المرشحين بالفئتين باللائحتين إذا بدنا ناخد على المستوى الشخصي فيني أقول مثلا كلهم أوادم وهيك، بس بهمني أنه المشروع اللي لقاله لهالشخص هيدا لوين بده يوصل. أنا بعتقد أنه في حالة ضعف حاليا بلائحة الحريري اللي بيمثلها السعودي. شو نقاط ضعفها؟ بشكل مثلا هن بالسابق دايما كانوا بيجيبوا ناس من برا ينتخبوا، طب هالمرة مش قادرين يجيبوا من برا، يمكن جابوا عدد قليل كتير. وفي ملاحظات عند الناس انه الكميه اللي انصرفت، يعني بينحكى عن 30 مليون دولار انصرفوا، كمان كل الناس عم تتساءل انه هولي كيف انصرفوا وعلى شو، يعني ما في شفافيه، الناس مش واصله انه هالمصاري اللي انصرفت كيف انصرفت وليه. هلا بس بدل الاصطفاف السياسي بده يعطي للائحتين. انا بتقديري انه ما رح يكون في لائحه كامله مثل ما هن بيحلموا الطرفين، انه ما في لائحة كاملة رح تكون، رح الناس بدها تشطب وبدها تختار. انه الازمة اللي صايرة بالبلد وصلت الناس لحالة انه يا بده يكون واحد يائس وقاعد بالبيت كمان. بعتقد انا انه ما حيصير في نسبة اقتراع مثل المرات السابقة كمان، انه الناس يأسين من الوضع اللي صاير. نعم، معالي الوزير، لانه الوقت عم بيدهمنا بدي احكي وبسرعه كثير عن يعني ابرز المناطق اللي انتم مثل ما قلنا مرشحين فيها. خلينا نوضح اول شيء شغله، انتم بكل هالمناطق الجنوبيه مرشحين منفردين كمواطنون ومواطنات في دوله، ام انه باماكن معينه عم تنضموا للوائح مشكله تنافس الثنائي امل حزب الله؟ لحقلك، نحن بكل المناطق بما في ذلك في صيدا بالحقيقه ما في فرق. نحن بهمنا انه التصور اللي عم نطرحه يكون واضح، وبالتالي المرشحين هني عمليا مرشحات اكثر ما هني مرشحين بالعدد، يعني انه يكونوا حاملين هذا التصور بوضوح تالخيار عند الناس يكون متبلور. هلا على مستوى الانتخابات، عند الانتخاب الاقتراع، يعني نحن ما عندنا مشكله، بالعكس منحبز انه ناس يلي بتشاركوا مع مواطنون ومواطنات بالتصور العام، يعني اقامه دوله مدنيه وقادره. هيدول انه
وطبعا القرار راجع للمرشحين بكل محل انه يتالفوا على هذه القاعده هيك تقدروا تحققوا نتيجه اكبر طبعاً يعني طبعا طبعا هيدا بيحصل مع كثير من المرشحين الديمقراطيين يلي عندهم بعد نظر اذا بدك ابعد من الحسابات الواجهات والعائلات. قديش صعب بالجنوب انكم تواجهوا الثنائي عمل حزب الله؟ يعني صعب، ما في شيء صعب، هو الصعوبه الواحد بذهنه، يعني لما الواحد بيكون رايح ومعتبر انه هيدي مش منطقتي وانا كيف بدي اعمل هون وشو بدي بهالشغله، لانه هون عندنا المقاومه التحرير كل هالعناوين يلي بتلعب دوره بخيارات اهل الجنوب. نحن ما بنعتبر انه في منطقه منطقتنا ومنطقه مش منطقتنا، انا فيي اقول انه بيروت مدينتي او وليد انه صيدا مدينته الاخرى، نحن لبنان كله سوا شايفينه انه انجا قادر اذا اتحد يواجه العصير اللي حواليه. منا فايتين بهذا المنطق، كل مناطق لبنان مناطقنا. هلا مساله المقاومه الاخرى دون شك انه الجنوب تركته الدوله اللبنانيه، الدوله اللبنانيه انهزمت ب 82، ما ننسى نحن الجيش الاسرائيلي احتل العاصمه، هيدي هزيمة مش نستحي بالكلمة، يمكن جيل الشباب ما بيعالى، هذه الهزيمة تولد بعد منا مقاومة، المقاومة ما بتكون إلا بعد هزيمة، لأنه إذا ما في هزيمة ما بتكون مقاومة، المقاومة هي انتفاض ضد الهزيمة ما بعد الهزيمة. طيب شو بتكون غاية المقاومة؟ غاية المقاومة هي رفض الهزيمة، يعني من جهة هي الاستمرار بمواجهة العدو، إنما هي أيضا مواجهة من ارتضوا الهزيمة، يلي ارتضوا الهزيمة كتار، وبالتالي غاية المقاومة هي إعادة بعث روح المواجهة. لما منيجي نحن عم نقول إنه بدنا نبني دولة قادرة، نحن عم نرد مسألة المقاومة إلى أسبابها، بداياتها وغاياتها. بناء الدولة مقاومة هي حالة يجب أن تعيد الشعب إلى المكان يلي كان لازم يكون فيه قبل الهزيمة، مش هي غاية بحد ذاتها، هي الوسيلة، هي مرحلة، هذه الغاية هي بناء دولة يلي الناس فيها عندهم شعور بقدرتهم طيب على تملك نفس مصيرهم. الجنوبي شو اليوم؟ قد ايه اليوم في جنوبيين فعلا رح يصفوا معكم ومع اللوائح المنافسة لثنائي أمل حزب الله؟ نحن إذا بدنا نحكي واقعيا، والله الانطباع نحن كنا مبارح بجولات يعني مع المرشحين، بنبلش ببنت جبيل ما زلنا بالجديد مع صديقتنا وعزيزتنا فادية بزي ببنت جبيل، كنا بميس الجبل مع علي نصر الله وزينب خنافر، كنا طبعا بصيدا، كنا بالنبطية مع يوسف التقش، وكنا بصور اللي في ست مرشحين، دنيا حلاوي، دينا حلاوي، لارا قاسم، حسين فارس، محمد سريس، عامر حلاوي، وحسين فارس. طيب شو الجو؟ الجو كتير منيح، الجو كتير منيح، بس مسألة المقاومة تتكون كتير واضحة. نعم خلينا نسرع شوي لأن بدنا نحكم مع الجو كتير منيح. الجو كتير منيح. الجو كتير منيح لأنه هيدي المنطقة اللي قدمت تضحيات استثنائية، هيدي أساساً ما ننسى بقي العالم هون يقولوا لفترة طويلة أنه هانوي هونغ كونغ، أنه نحن ببيروت بنعمل بيزنس وكذا وهونيك يصطفلوا. طيب هذا التخلي لو الدولة ما سقطت نحن ما كنا منكون بالوضع يلي اضطر الناس انه لو نحن عنا جيش فعلي قاوم، لو نحن عنا قدرة اليوم انه نواجه خبريات التوطين يلي هو مش قضية تجنيس، هو امر واقع، لانه نحن لو عنا قدرة نواجه الضغوط يلي عم بتصير عبر الوضع المالي، لو عنا قدرة نحن مثل ما طرحت انه يكون عنا قمر صناعي تم يتم ابتزاز الاعلام اللبناني من قبل دول شي طالع شي نازل يمين وشمال، هيدا كله معناته بدنا دولة. وبالتالي لما الواحد بيفهم شو يعني المقاومة، نحن ما عنا ولا حرج، بالعكس مراهنتنا انه احلى نتائج تكون بالجنوب. نعم وعندكم معلومات هون، بس سؤال اخير، انه جزء من الجنوبيين عندهم ملاحظات على الاداء البلدي السابق يعني اللي كان متحكمين فيه امل وحزب الله؟ لانه لما بيصير حالات استئثار، معلش قد قصه عامه، حتى بالانتخابات الفرعيه تبع النيابيه بجزين، الانتخابات الفرعيه برجع بذكر هي ما لازم تكون فرعيه، لازم تكون انتخابات عامه. طيب انما وجود طيب في مرشحين يلي مثل ما بنعتبر اساسيين، انما في مرشحين رح تستقبليه هلا العميد صلاح جبران والاستاذ باتريك رز الله. طيب هيدي ظاهره كثير مهمه، خاصه ترشح الاستاذ باتريك رز الله يلي جاي بهالترشح
يدخل نقاش ضمن كتلة سياسية يلي اسمها تيار الوطن الحر. انه حضرت له هذيك اليوم مقابل على التليفون، جاي يقول انه يابا انا دخلت بهذا التيار على اساس هذه الحركة السياسية هي حركة علمانية لبناء دولة، مش حركة لتحصيل حقوق طائفية يلي بتعتبر انه ما إلها. هيدا الافتراق، هيدا النقاش بدنا اياه يحصل ضمن كل تكتل سياسي. نحن منا ضد الناس، نحن هيدون الناس اللي ناس كخطوة برحلة الألف ميل. لا لا لا، مش بالضروري ألف ميل، لأنه الإرباك والقلق اللي عند الكتل السياسية والقلق اللي عايشينه اللبنانيين عالي لدرجة إنه محسين من واجبنا إنه نطرح تصور بديل لهؤلاء الناس ضدهم، ذاتهم مش ضدهم. نعم، أنا بشكرك معالي الوزير، الوزير السابق شرب النحاس، بشكرك أيضا على حضورك أستاذ محمد وليد العاصي المرشح المنفرد للمجلس البلدي في صيدا، أهلا وسهلا فيكم. بنتوقف نحن مع فاصل إعلاني مشاهدينا، ومن بعده بنتابع القسم الأخير من هذه الحلقة مع ضيفي العميد المتقاعد صلاح جبران المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في جزين، فابقوا معنا. منتابع مشاهدينا هالحلقة، وبسنة أن استضيف بالقسم الأخير العميد المتقاعد صلاح جبران المرشح عن المقعد الماروني الشاغر في جزين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك حضرة العميد. يعني منقول فرعية جزين، هون كنا عم نحكي حتى تحت الهواء أنه كتار كانوا مفكرين أنها محسومة للمرشح أمل أبو زيد ببداية الأمر، وإذ بيتبين أنه لا، في مرشحين آخرين وفي معركة قد تكون حتى حامية على هذا المقعد النيابي الشاغر. شو فيك تخبرنا عن التحضيرات وقد في عندك حظوظ بهيدي المعركة؟ الأول بصبح كل المشاهدين، ثاني شيء هذه قصة التزكية، أنا أول واحد قلت ما في تزكية بمنطقة جزين، وقررت أني أترشح من فترة طويلة على الانتخابات، بالرغم من الإعلام وكل الدعايات اللي كانت عم تدفع باتجاه التزكية وأنه خلص القصة محسومة، وهيدي اللي بعرف شو سببها. أنا ترشحت عن منطقة جزين لحتى أقول أنه نحن منقرر مصير الانتخابات بمنطقة جزين، الشعب يعني، مش انه مش الأحزاب. ما تاكلوا بناكل عنكم، وما تحكوا بنحكي عنكم، وما تقرروا بنقرر عنكم، لا، الشعب هو اللي بيقرر مصير منطقه جزين وانتخاباتها. بس قد ايه الحظوظ حضرتك؟ الحظوظ كثير كبيره، بعد شوف المعركه محسومه لأمل أبو زيد، خصوصا وأنه في هذا التحالف في القوات العوني، في حتى عائلات دعمته، حزب الكتائب كمان، يعني يقال أنه هون هو على عكس الموضوع البلدي، يعني هون عم بيصب إلى جانب التيار بهالموضوع، فهون قد الحظوظ. أول شيء بدي أقول لك أنه الأحزاب دعمته، بس الأحزاب في قسم كبير من مناصري الأحزاب مش ماشي بهالخيار، وأنا على علاقة طيبة مع كان مع العونيين القاعدة ولا القوتيين ولا العائلات. هذه القصة عم بيحاولوا بالإعلام يضغطوا عليها، وحتى بالإحصائيات المفبركة تنقال، لأنه في عندهم هدف معين هن يأثروا على الرأي العام المتأرجح، وبيقول لك أنا بمشي مع الواصل، ليش لبدي حط ورقتي مع الخسران. أرقامك شو بتقول؟ أنا أرقامي بتقول أنه رح يشوفوا مفاجأة كبيرة بمنطقة جزين، لأنه أولاد منطقة جزين صاروا واعيين للأمر، عاصروا عدة ناس انتخبوهم وشافوا شو النتيجة، وصار عندهم وعي وبيعرفوا تاريخ كل إنسان. يعني أنا تاريخي معروف، أنا ما انقطعت عن منطقة جزين طيلة هالفترة إلا أثناء الاحتلال الإسرائيلي، بس كنت على تواصل مستمر مع أبناء المنطقة، أغلبيتهم كانوا ببيروت بهالفترة. بس هون حتى لما بينحكى عن معركة، يعني البعض عم بيوضع هيدي المعركة بين مرشحين اللي هن أمل أبو زيد وإبراهيم سمير عزار، ليش هون أنت مستبعد بهال يعني المعنى هيدا، وكأنه تأتي حضرتك بمرتبة ثالثة، يعني من حيث القوة هون الشعبية أو من حيث القدرة على تحقيق فوز؟ بكرة الأرقام رح تبين مين اللي هو الأقوى بالمنطقة الجزين. هي بالأول كانت المعركة بيني وبين أستاذ أمل أبو زيد، أستاذ إبراهيم عزار ترشح بآخر ثلاثة أيام من المعركة لأسباب بعد ما عرفناها ولم نعرفها، الناس بيقولك للحفاظ على البيت، وهن العيلة عم بتقول أنه الرئيس بري دعمه، ونتيجة هالدعم رح يكون عنده أصوات نتيجة دعم حركة أمل لإله. رئيس بري أعلن صراحة أنه هو نأى بنفسه عن الانتخابات، صحيح، وما رح يتدخل فيها، ورح يترك الخيار لناخبينه لاختيار. بس حتى لو هو قال هيك، يعني بنعرف أنه ناخبينه عندهم كمان خياراته، يعني بيحملوا خياراته، فممكن هون طبيعة الحال يصبوا في مكان واحد. هون نعرف كمان أهمية الصوت الشيعي ما بعتقد في هذه الانتخابات. ليش ما بعتقد رح يصبوا؟ أنا بعتقد رح توزع أصوات حركة أمل،
لأنه إذا صبوا أصوات حركة أمل بالنتيجة رح يطلعوا خسرانين يعني مبدئيا حسب التوقعات، وبدو يقولوا أكل الرئيس بري خسارة تانية بمواجهته مع الجنرال عون. هلأ هني عم بيحاولوا ياخدوا المعركة بهالاتجاه حتى يشدوا عصب معين للعونية، أنه ليكو رجع الرئيس بري عم يتدخل على الساحة، بقى كلكم مشوا مع الرئيس عون. بالحقيقة هي القصة مش مزبوطة هيك، هن عم يعملوها بهالاتجاه، والرئيس بري نقى بنفسه على هالمعركة ومنى بين الرئيس بري والعماد عون المعركة. بس هون المرشح إبراهيم سمير عزار كمان، يعني هيدي العيلة، هذه الشعبية، هذا التاريخ، جزيني يعني من المدينة، هون كمان أكتر عم بيركزوا بالإعلام على مسألة يعني من هو من مدينة جزين، إنه هيدي بتعني كتير الجزينيين تحديدا، إنه يكون هذا المقعد لابن المدينة وليس لابن القضاء. أول شيء يعني قدي هيدي كمان بتشكل نقطة ضعف لبقية المرشحين. أول شيء نحن أولاد جزين، أبناء جزين، مدينة، أصحاب وأهل، وأنا زوجتي من نفس جزين. نعم بعلي، بس حضرتك مش من مدينة، من مزرعة المطحنة. صحيح. نعم. صحيح. إنما جزين اللي عملوها أول شخص هو اللي بنى منطقة جزين بشكل صحيح هو سليمان كنعان الجد، اللي هو خيلة لستي يعني تربطنا علاقات ببيت سرحال وبيت كنعان، علاقات قرابة جدا. بقى السيد سمير عزار مشكور عمل يمكن بعض الأشياء، بس أنه ابنه لحد هلأ بعد ما عمل شيء. إذا كان التوريث السياسي هو المقصود، أنا ضد التوريث السياسي وضد الإقطاع المالي. أنا ضد كل شيء بيرتبط بهالاثنين. أنا مع الإنسان أنه يعرفوا له شو تاريخه، شو عمل للمنطقة، وشو عم يعمل حاليا، وشو راح يعمل مستقبلا. نعم هيدا من حيث المبدأ، بس الواقع شو؟ الواقع يعني الواقع نعرف أنه العيال بتأثر. أي صحيح. التاريخ العائلي بيأثر، وعلى هذا الأساس ينتخب اللبناني بشكل عام. يعني أنا مني رح أحكي أنه عمي يوسف جبران كان وزير عدل وإعلام ومنه وكان رئيس مجلس قضاء. أنا كل واحد هو لحاله بيبني شخصيته وهو بيعمل مستقبله. نعم. بدي اقول لك شغله، انه منطقه جزين هلا اذا بتجي للاحصائيات، جزين كجزين هي 7100 ماروني، وفيها حوالي 1200 كاثوليكيه و1100، بينما المنطقه 29000 ماروني. يعني اذا بدك تجي ليش بتنحصر المقعدين النيابيين بجزين؟ ليش ما بتكون في موزعه بين جزين والمنطقه؟ يعني هيدي من الامور كمان اولاد المنطقه عم بيطالبوا فيها وعم بيقولوا لا انه ليش بدها تنحصر. زمان كان صار تعرف يعني إيه؟ لا 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 ما في عرف، ما في عرف بالسياسي. زمان كان العلم يمكن اكثر بجزين او عليا، هلا كل اولاد المنطقه صاروا متعلمين وصار عندهم الكفاءات المطلوبه. نعم. والزايده على اي قاعده شعبيه تعول حضرتك؟ انا عندي قاعده، يعني هل متوقع انك تستقطب اصوات حتى من الحزبيين؟ صحيح. يعني انا على علاقه طيبه كان بالقاعده العونيه ولا بالقاعده القوتيه ولا بكل اهالي المنطقه اللي بيعرفوني وبعرفهم عن قرب، وبيتي كان مفتوح لهم طول هالفتره ورح يضل مفتوح. بس رح يخرجوا يعني عن القرار الحزبي؟ لان نعرف اليوم كمان هيدا امتحان لهذا لا لا التحالف لا القوات العامه. لا لك شو، التحالف موجود، انما الوضع الحزبي بمنطقه جزين قليل جدا. يعني وقت بيكون في حوالي 800 بطاقه ملتزمين بالتيار الوطني الحر وحوالي 500 بالقوات، يعني عدد الملتزمين وعدد قليل، انما الانصار هن الكتار. انا باخذ من هالانصار اللي هن مع اثنين والمقتنعين فيه واللي انا على علاقه طيبه كثير معهم. نعم هون حتى من القوات عم تقول يعني انه ممكن، ومن الكتائب في عندي صداقات اقل يعني طبعا عندي صداقات فيهم، هن منهم يعني مؤثرين جدا بالمنطقه، عندهم مؤيدينهم بس العدد تبعهم. والعائلات العائلات بعتقد رح تعطيني وبكثافه، لانه ما حدا بيقدر يلغي تاريخ العائلات بجزين. العائلات من ايام سليمان كنعان الجد مرورا بمارون كنعان والدكتور يوسف كنعان ويوسف كنعان، لحتى الدكتور سرحال مرورا بالاستاذ جان عزيز اللي هو كلنا بنعرف انه الاستاذ ادمار رزق، يعني اللي عملوا وزراء بجزين هن من الاشخاص الاكفياء. الدكتور الاستاذ قطار دميانوس قطار كمان، يعني هودي من الكفاءات اللي عطيوا جزين نكهتها وعطيوها حقها انه فيها جزين ناس مثقفين. هودي داعمينك يعني؟ نعم هودي داعمينك. هذه العائلات في العائلات منهم ايه اكيد منهم. اكيد في جزء منهم كبير دعمني. ايه اكيد. لا في جزء اخر عم نسمع انه بي يعني عم يدعم، يعني بكره بنشوف شو التوافق العوني القواتي هون، وبالتالي المرشح كلنا مع التوافق العوني القواتي، بس كلنا مش مع فرد مرشحين علينا
يمكن هن يختارون. نعم. طلب منك الانسحاب من المعركة؟ ايه طلب عدة مرات. من قبل من؟ من قبل كافية الأطراف. بأي هدف يعني؟ لأنه لا يعملوا تزكية ولحتى يقولوا أنه لا في ناس هن بعضهم مهيمنين على القرار بجزين وهن بيفرضوا حيلهم. لا ما حدا بيهيمن على القرار بجزين، هن يرشحوا اللي بدهم إياه والشعب بيقرر مين بده. نعم. هون عم تندفع أموال بجزين؟ ايه انا عم حضر ملف عن هالشي، وصار وصلني عدد من الإخباريات بالأسماء انه في اشخاص عم تروح على القرى وعم يعرضوا أموال بمبالغ كتيرة للفرعية هيدي او للبلدية؟ نعم للفرعية. للفرعية. وفي بعتقد رح بلشوا بالصور هلأ، في اشخاص بخصوني مصورين يمكن ومسجلين، رح اتقدم للنيابة العامة بكرة بإخبار بهالخصوص. أكثر من هيك بقلي أنه مدام أنه محسوم المعركة، ليش اللي عم بفتشوا على المندوبين وبيدفعوا له المندوب 500 دولار و1000 دولار لحتى يقعد مندوب عندهم؟ أنا 95% من المندوبين عندي مقدمين حيلهم لحتى يقعدوا مندوبين عندي وما ندفع يعني. نعم. هون قصة الأموال عم تحكي عنها يعني للمندوبين ولا يعني؟ لا شراء أو أصوات. شراء أصوات. عم قلك عن ناحيتين، مندوبين وشراء أصوات يعني. هيدي القصص يعني وقت عم بيروحوا على الكنيسة بيقربوا مبلغ كبير بالكنيس بصالونات الكنيس وكذا، ليش هالمبالغ ما كانت عم تتقدم قبل الانتخابات؟ يعني هل هي بهدف رشوة المواطنين؟ أنا رح أعطيكم للكنيسة هالمبلغ لاشتري أصواتكم. كان مفروض أنه قبل ما تترشح قرب هالدعم للكنيسة. هل تقصد هون أنه التيار الوطني الحر بشكل أساسي يعني؟ نعم. طبعا في كمان بقية الأحزاب. نعم. هو خائف من هذه المعركة، عم بيخوضها بجدية، ليس مرتاحا. ايه اكيد منه مرتاح في فرعية الجزية. اكيد منه مرتاح، ولو مرتاح كان ما بيجيش العدد الكبير. او هو مرتاح ومتأكد انه فوز مرشحه رح يكون محسوم، وانما يحسب حسابات انتخابية مقبلة، لان نعرف هيدي انتخابات فرعية بالنهاية. نعم. وتؤسس يعني من ناحية التحالفات والحجم السياسي لا اي انتخابات نيابية. أنا شاملة أنا ممكن تحصل قريبا. بكرة الصناديق رح تبين انه منه مرتاح ورح تشوف النسب قديش هي. شو مشكلة هون التيار الوطني الحر يعني بجزين حضرة العمل؟ التيار الوطني الحر ما بيدقوا كتير. وانت سعيد بالبداية انه تكون انت مرشحه؟ لا ما سعيد مع حدا، انا كنت مطروح من الاشخاص لانه انا بتوافق مع التيار الوطني الحر بالمبادئ اللي طرحها. انما في كتير ممارسات ما دلت على الجدية بطرق هالطروحات. مثل شو يعني؟ يعني بالديمقراطية، ان كان بالديمقراطية، ان كان بالمحاسبة، ان كان يعني في مرشحين للتيار الوطني الحر بالمنطقة كان في خيبة أمل بالنسبة لأدائهم، لأنه المنطقة محرومة من كتير قصص. اثنين من النواب اختلفوا مع بعضهم الله يرحمه، أستاذ ميشيل الحلو مع أنه صديق وكمان يعني بوجه تحية لروحه وقرب تشريع بالمجلس النيابي، والأستاذ زياد أسود. نتيجة هالصراع بين بعضهم وهالتوجه المعاكس مع أنه هني من تيار واحد وقف كل المشاريع المنطقة، وفي عنا نايب هو أستاذ عصام صوايا كمان راح أمريكا وما عدنا شفناه. نتيجة هالشيء العالم استاقت من قلة الخدمات، ما شافوا حدا بالمنطقة عم واقف حدهم، والتيار اللي هو مفروض أنه يتبنى المشاريع الكبيرة للمنطقة شفنا أنه جزء قليل جدا ذهب لمنطقة جزين مقارنة ببقية المناطق اللي فيها التيار الوطني الحر. نعم. هذا اللي أنت عم تعول عليه يعني صحيح. اليوم بهدف أخذ أصوات حتى من مناصري التيار صحيح. الوطني الحر وعندهم عدم رضا يعني على الحيل الموجودة. بدنا نشير في مرشح كمان من التيار يعني باتريك رزق الله كمان هون. ما بعرف شو قصته. قديه ممكن هون أصوات التيار الوطني الحر تتوزع يعني بين المرشحين أمل أبو زيد، باتريك رزق الله وحضرتك؟ بكرة الصناديق بتقول ما بعرف. عم تقول عم تعول على أصوات. ما بعرف انا شخصيا أيضاً. ما بعرف شخصيا استاذ باتريك، الله بعرف انه صار في اشكال معه ضمن التيار واحتجاج منه يمكن على تعيين الوزير جبران بصير رئيس التيار، وبعتقد شلحوا البطاقة. هيدي هي القصة. بس هون كون ثلاث مرشحين يعني بشكل أساسي في وجه المرشح الأقوى يعني أمل أبو زيد، هالشي ما بيجعل المعركة محسومة إذا يعني بدي أرجع للبداية يعني بارك عم تقولي الأقوى إنما هيدي تكهنات أنا برأيي، منه الأقوى أبدا. وبكرة بتشوفي المواطنين صار عندهم الخبرة، وبالنسبة لكل واحد عنده تاريخه بيعرفوا شو تاريخه وشو قدم لمنطقة جزين،
وشو عم بيقدم. نعم، شو بتقول هون للجزينيين يعني بكلمة أخيرة حضرة العميد، خصوصا وأنه هني عم يستعدوا لانتخابات فرعية نيابية وأيضا انتخابات بلدية واختيارية بالنهار نفسه، يعني رح تكون عاجة كتير على أكيد هيدي الشيء رح يرفع نسبة المقترعين، هيدي رح يرفع نسبة المقترعين. كل يلي كل يلي بروح بينتخب نيابة رح ينتخب بلدي برأيك؟ يعني في ناس هيدي حرية عندهم، في ناس أنه ما بينتخبوا نيابي يمكن بينتخبوا بلدي، أو بينتخبوا بلدي ما بينتخبوا، أو بينتخبوا اثنين سوا. هي بترجع لحرية المواطن. بس بدي أقول لك شغلي، أنه ابن منطقة جزين حر الضمير، ابن منطقة جزين عينه كتير من الحرمان، ابن منطقة جزين رح ينزل صوته بدون اي تأثير، بمنطقة جزين يمكن بعض المحتاجين بياخدوا مصاري انما رح يصوتوا ضد اللي اعطاهم هالمصاري، مثل بعض منه صوت ضده. هيدي كانت احدى شعارات التيار الوطني الحر. ابن منطقة جزين رح يفرجي قديش عنده نضج ووعي بعتقد، وراح نشوف انتخابات فرعيه ممكن تاثر على تخفيف همه الناخبين، انه هيدي انتخابات فرعيه وقد ايه بعد فيه يعني اصلا من المجلس الممدد له، وعم بينحكى هلا يعني عن كمان انه تقديم المهله، تقديم المهله وانتخابات يمكن نيابيه هيدي اذا صارت يعني، ولكن يعني مطروحه الفكره. فقد ايه هيدي الافكار كلها اليوم يلي مطروحه بالشارع اللبناني ممكن انها تخفف من همه الناخب؟ بعتقد الناخب تشوق للانتخابات، ولو بده يكون لست اشهر رح يطلع يدلي بصوته ويعبر عن رأيه، مش رح يقعد متفرج، لانه بيعتبروا انه الديمقراطية مفروض تتكمل بالشكل الصحيح. نعم، انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم حضرة العميد المتقاعد صلاح جبران، طبعا على امل تحصل انتخابات تمضى على خير نيابيا وايضا بلديا واختياريا. نتمنى لك كل التوفيق، اهلا وسهلا فيك بعد من جديد. تفضل. انه على الراي العام الجزيني انه ما ياخذ بالاستطلاعات الراي المفبركه، لانه بعتقد في وراها هدف معين وبينت فشلها بعدد كبير من المناطق. انا بطلب من اللي عملوا هالاستطلاعات الراي انه يقولوا لنا على اي طريقة أخذوها، منين الناس اللي أخذوهن والأشخاص اللي سألونه كمية هالناس وبأي تاريخ. نعم، وشكرا، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك من جديد أيضا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا هالحلقة من برنامج الحدث، وإلى اللقاء.